مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم، ويلا على الوصفة. لتر، 1 لتر حليب كامل الدسم، 5 كوب، تحريك باستمرار على حرارة متوسطة، تقليب باستمرار. أول ما يغلي الحليب نخفض الحرارة أقل شيء، وبنوضع الخل، أي نوع خل متوفر عندكم، 3 معالق خل أو عصير ليمون، 3 معالق تقريبا 22 جرام أو 23 جرام. ننتظر دقيقتين، نقلب خفيف، هيك صار جاهز، نوضعه بالمصفاية. هيك الخليط جاهز، نوضع، نرجع نفس الوعاء، نرجع نفس الوعاء زي ما انتو شايفين، نرجع نفس الوعاء على الطباخ، نوضع 1/3 لتر حليب و50 جرام نشا الذرة، حليب تقريبا 1.5 كوب أو 1/3 لتر، والنشا 50 جرام 1/3 كوب. بنحرك باستمرار على حرارة منخفضة، هيك صار جاهز. عندما يصير سميك نوضع خليط الجبنة وبنحرك 1 دقيقة. السكر اختياري، السكر ممكن نوضع السكر بالقشطة مع النشا، ومتى نوضع النشا نوضع السكر إذا احنا حابين، أو السكر نوضعه مع الحلويات، السكر نوضعه على الحلويات، وإذا حابين توضعه على القشطة سكر توضعه مع النشا سكر، 2 أو 3 حسب الرغبة. هيك صار جاهز، صحة وألف عافية. وإذا بعد فترة كان سميك وكتلة واحدة، ممكن على مضرب البيض تضربوه تاني بعد يوم أو بعد يومين تضربوه تاني، سير تمام في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، اتمنى الاشتراك بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.